بالأول بدي أحكي مع كيرتي. تعالي يا جدي. أبي، أنا هلأ من شوي حكيت مع كيرتي. بدي أخبركم كلكم أني حكيت هلأ مع كيرتي وهي ما لها دخل أبداً بهذا الموضوع اللي صار. يلي ما فهمتوا ليش لينحكى بهيك قصة من الأساس. ما بعرف إذا ميتاي جايبت الحكي من عندها ولا لا، بس ليش اسم كيرتي انذكر بهالطريقة هاي مع اسم خطيب بنت عمها الصغيرة؟ يعني أنا من حقي إني أفهم. فيك تهدي شوي. كيف بدنا نهدى يا أبي؟ هاد مانو موضوع صغير. أبي، هذا الشيء بيتعلق بحياة بنتي. لازم كل شيء يكون واضح قبل العرس. بعدين بنتي انقهرت كتير من الكلام وما كانت القصة سهلة عليها. يعني في حدا غلط بحقنا وبدنا نفهم مين هو. أنا عندي حل لهي المشكلة ورح أضمن إنها تنتهى من هذا اليوم. شو الحل يلي عم تحكي عنه؟ أبي، نحن صحتك أهم شي عنا، وعلى هاي الحالة أنت ما رح تتحسن، لأنه كل يوم عم يصير مشكلة أكبر من اللي قبلها بهذا البيت، وبلشت خاف عليك من هالوضع وهذا الضغط الزايد، ولهيك أنا ما عاد فيني أسكت. ليك أبي، أنا أكبر ولادك وأنت تاج على رأسي، وصدقني أنت أغلى شي عندي بهاي الدنيا، والخلافات اللي بتصير بيناتنا ما رح تغير هاي الحقيقة أبدا. صح كيريش، إيه مزبوط. عشان هيك الصراحة يا أبي، هلأ حالياً أنت لازم ما تتوتر ولا تفكر بشي وما تشغل بالك بكل القصص اللي عم تصير بهذا البيت. ويا أبي إذا سمحت، نحن كلياتنا شايفين الوضع يلي عم بيزيد كل يوم، لهيك لازم يلتقى حل جذري لكل مشاكلنا لبين ما يخلص العرس. ومن بعد إذنك، أنا هلأ لازم كابنك الكبير اتدخل واتحمل كل المسؤولية. وطبعاً هذا متجاوز إلك يا أبي. جيريش معه حق بهالكلام. نحنا ما فينا نخلي عمي عايش بهيك جو كله مشاكل، لأنه كل ما ارتاح أكتر كل ما تحسن بسرعة، وجيريش بيعامل كاريشما مثل بنته أكتر، وأي قرار رح ياخده رح يكون لمصلحته. إيه يا أبي، أكيد نحنا كتير منوثق بأخي جيريش. إيه عمي، أنا برأيي ابنك الكبير صار لازم يتدخل ويريحك ويبعدك عن كل المشاكل.